السلام عليكم، انا حبيب ندى السابق. انا حبيب ندى حسي السابق، وانا مدة ديالي معها 4 شهور. ومراها كانت تفاجأ باللي نزار كيطلب منا الزواج، وهي دابا بدلتني على حساب الشهرة، لان نزار مشهور بزاف، وهي بدلتني به باش هي تزيد في الشهرة ديالها. انا بغيت نقول شي حاجه لنزار، حيتاش اصلا انا معصب منه بزاف، ماشي غير من هذا الموضوع. هذا كيطلب كومبا من عند هشام اللولي، وفي الاخر بقى كيهرب له في التالي وكذا وكذا، يعني عقله باقي صغير. وهي بدلتني به غير على حساب الشهر. وانا نزار كنقول لك اجي عندي طنجة ونلعبوا مباراه الكيم بوكسين انا وياك، واذا غلبتيني عندك سيمانه في احسن اوتيل في المغرب، والراجل كيتربط بلسان. عندك سيمانه في احسن اوتيل في المغرب، وعندك طونوبر انا كنكريها من الجيم ديالي ونعطيها لك، واذا غلبتيني في الكيم بوكسين. 4 شهور وانا وياها، ولو كان عندي الدليل راك وريتكم انا في الانستغرام. هذا الدليل مشالي، لان انا احنا ماشي يعني ماشي مشهور ولا شي حاجه، يعني فيسبوك يضرب لي واحد المده نقدر نمسحو، وعاود الانستغرام هيدا كذلك، يعني الدليل بقى لي في الانستغرام القديم. بدلتني به يعني هو مشهور بزاف، مازال صغير عليها، وانما بولولو تنعرف يعني. ها في عمري 19 عام، هي في عمرها 24 عام، عارفه هادشي. ها مازال واخا باقي صغير عليها، وانما بولولو كيتمناو اي واحد. 4 شهور وانا معاها من شهر 12، ومن بعد كنت تفاجأ بهذا الشيء اللي عملت. وانما دابا مجوجه ومطلقه، عندها بامبينو، كتمشي مشات الامارات وما خلات فيه، مشات. عارف انا هذا الشيء كامل، وعارف شي حاجات اخرين اللي يعني ما نقدروش نخرجهم في السوشيال ميديا ولا هادي، لان هذيك حياتها الشخصيه وتقدر تتبعني فيهم. يعني انا قلت لكم هذاك الشيء اللي ما عرف، ولكن انا عارف شي حاجه اللي زايد. انا اصلا ما كنتش كنبغيها، هي اللي كانت كتبغيني بزاف، وكانت يعني ما بغيتش نجرحها ولا شي حاجه، يعني قلت صافي نكمل معاها ونشوف واش ني ما جي مور داك الشيء وكذا. انا ما كنتش كنبغيها، هي اللي كانت كتبغيني، وانا جيت نقول لكم هذا الشيء اللي وقع بيناتنا. يعني هي شو كيفاش بدلتني بالشهره وكذا، لان نزار ملبوس بزاف هاد الايامات، ملبوس بزاف ومشى مع هشام ملولي، وهشام ملولي حتى هو مشهور بزاف، حتى داك هشام ملولي راه عقلو باقي صغير، باش نكونو متفاهمين من هاد الناحية، لأن طيح النيفو بزاف، باش نكونو متفاهمين. دابا أنا كنقول لك نزار أجي عندي طنجة، وإلا غلبتيني في كيم بوكسين، أنا نخلص لك 7 أيام في أحسن أوتيل في المغرب، وطونوبيل أنا كنكريها ونعطيها لك تباصا على حسابي، والراجل كيتكرف من لسان. صافي كتشتغل. انا كنت شغال في الشركه ديال النسيج. وعارفك ندى حسين، عارفاني كل شيء، عارفاني يعني كان عندي محل، وانا سبق لي كان عندي محل ديال هامبرخيصه وكالينتي في طنجه، ومراها مع كورونا والازمه وكذا وكذا، يعني وقفته. من بعد نقدروا نرجعوا شي حاجه ما احسن ان شاء الله. يا دابا انا خدام في شركه النسيج، كنخدم في صاله ماتلاسو. عارفاني عارفه وضعي الاجتماعي، والحمد لله دابا هاد الازمه هنا بخير، يعني ماشي زعما عاليه في النيفو ولا يعني هابطين، المهم ديبانيين راسنا وخدامين بدراعنا، والناس اللي كيعرفوني عارفين هادشي كامل. لا ماشي كوس كنجيب بها الوقت، انا هي كنا بقينا كنهضروا واحد المده، من بعد قالت لي انا اكتشفت الحب ديالي لي لك، وانا بغيت نجرحها، وبقينا ماشيين هايداك، وبقينا مصاحبين ديك المده كامله. ومؤخرا كنكتشف هاد المشاكل اللي وقعوا بيناتنا، يعني بدلتني وكذا، وانا ما فين عزبي الحال، تبدلني يعني واحد مشهور بس تينا تشهر على طاره ولا كذا، هادشي اللي كاين. انا ماشي مغرم بها وما كنبغيهاش، يعني بحال نقول لك يعني ملي كتبقى تهضر مع شي شخص يوميا اليوم بعد غدا اليوم بعد غدا، يعني كتبقى تحس في حاجه النتيجه ديالو، يعني بحال الوحش كتوحشه وكذا وكذا. وبقينا ماشيين، وهي كانت كتبغيني، ودابا ما عرفتش شنو وقع بيناتنا، فهمت هادشي اللي كاين. افتراضي راه حب عن طريق انستغرام، واصلا دابا الاغلبيه دابا هيدا كتجبر واحد مثلا في طنجه وكيبغي واحده ما نعرف فين، وواحده ما نعرف فين، كيبغي واحدة، فهمت يعني. صافي بقينا بيناتنا هادي، وحنا اصلا كنا عند تلاقة وما كتبشي،
حيتاش كنت سافرت وكذا، وكانوا عندي شي يعني كان عندي الشغل انا، وكنا غنتلاقاو في هاد الايامات وصافي، يعني كنا غنتلاقاو في هاد الايامات، وهي ملي وقع ديك البوز وكذا قلبت السبت. تصدمت انا، تصدمت خيتي كتقول كتعبر لي على الحب ديالها وانا كنبغيك وكذا، ونكونوا في المستقبل شي حاجه ونعملوا حتى حنا الاولاد وكذا وكذا وكذا، وفي الاخر كنت تصدم بهذا الشيء. متاكد من هذه الهضره؟ متاكد من هذه الهضره. متاكد الزواج انا مقيت، انا قلت لك شني تم اللي عنده بول ولا ما يخافش، ما يكونش ديك حماق انت كي المهم انتم عارفين شني تم. وصلت شي هذا الشيء هذا بيني وبينه، والا كاين شي حاجه من بعد يمكن، فهمت يعني في ذاك الوقت. زعما دابا اصلا هي واخا تعطيني هذيك 40 مليون ليك 40 مليون تصدق لي طلبات ما عند نزار، هي واخا تعطيها لي وانا ما نبغيش، علاش؟ لان قلبتي السبت عاد وبدلتيني على حساب الشهر. كنقول لا بدلتيني، ويعني اذا انت كنت كتكذب عليا، وديك الوعود اللي كنت كتقول كاملين فالصو. انا اصلا يعني ديك الوعود اللي بيناتنا بلا ما نخرجوا من السوشيال ميديا، اصلا انا ما كنتش متيقه كل كذا، يعني اصلا انا مقيد براسي وكذا، وهذا الشيء اللي كاين. وتينا بدلتيني داك شغلك هذاك، حنا جينا نقولوا لنا شني كاين وصافي. لا ما نقدرش، لان ما يمكنش كل واحد كيبغي يخلي الحريه الشخصيه ديالو ويخلي مسائل. كاين شي حاجات اللي ما خصهاش تخرج، كاين الناس اللي مشهورين يعني كيقولوا شويه وكيخليو بزاف، يعني ما نقدرش نقول شي حاجه مع دابا وقعنا بيناتنا مشاكل تقدر تتبعني قانونيا في هذا الشيء، يعني ما نقدرش. عندي بزاف يعني مدة 4 شهور ما خلينا ما تقلنا، راه كل ليله راه الالاف ديال الميساجات. كنتمنى لو كان ديك الانستغرام نرجعو، نحاولنا من المستحيل نرجعو نزيد نتواصل معكم ونوريكم، ولكن دابا الانستغرام شالي، ولو كنتو تشوفوا ديك الميساجات وكذا كنتو عاد صافي كاملين بكم عملتوا ديك سبسكرايب من عندنا في الانستغرام، ما تبقاوش تحملوا، لان فهمتي انا نقول لك تكبرت مع انا في يدي ما فهمتش، تصدمت.